بالنسبة لذكرياتي في الثانوية العامة، فالحمد لله إن هي بقت ذكريات. لا يعني بجد والله أحلى أيام وأحلى صحاب، والواحد بيشتاق جدا للفترة دي في حياته، وربنا يكون في عونكم. بالنسبة للطلبة اللي موجودين دلوقتي بيمتحنوا ثانوية عامة، ربنا يوفقكم وركزوا كويس جدا، وان شاء الله تجيبوا المجموع واللي يدخلكم الكلية اللي انتوا بتتمنوها عشان تدرسوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. وارجوكم رجاء شخصي، بلاش فكرة ان بابا او ماما يروحوا معاكم لحد باب المدرسة، بالعكس ريحوهم في الفترة دي ان هم يبقوا مطمنين عليكم، وانتوا ان شاء الله هتحلوا كويس جدا جدا جدا. انا لحد دلوقتي بحلم بكوابيس ان انا عندي امتحانات ثانوية عامة بعد اكتر من 10 سنين. ربنا معاكم، كل سنة وانتم طيبين.